بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد، الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم، اللهم في كل وقت وحين، اللهم آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين، وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم، فكيف كان نكير. فكأين من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. صدق الله العظيم. روت أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي عليه الصلاة والسلام الكثير والكثير الطيب، ومرويات ستنا عائشة منثورة في كتب الحديث المختلفة. واللي بيدقق النظر ويتفحص كتب الحديث المختلفة زي الصحاح والمسانيد والسنن والجوامع بيلحظ كثرة رواياتها وتنوع تلك الروايات، وإن مروياتها طرقت معظم أبواب الأحكام، وإن غلب على المرويات اللي روتها أمنا السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها طابع الأفعال على الأقوال. يعني إيه؟ يعني زي مثلا كما كانت تروي أمنا السيدة عائشة رضي الله عنها من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في قيام الليل، فتقول أنه كان صلى الله عليه وسلم يتهجد من الليل حتى تتفطر قدماه، تتفتر قدماه موضحها رواية تانية حتى ترم قدماه. فقالت له أمنا السيدة عائشة لما وجدت النبي عليه الصلاة والسلام حينما يقوم الليل، وهو بيجتهد في ذلك اجتهادا حتى ترم قدم النبي عليه الصلاة والسلام، فتقول له أمنا السيدة عائشة: يا رسول الله، لما تفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيجيبها النبي عليه الصلاة والسلام ويقول: أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا. يعني تعلمنا من هذه الرواية، ده مضمون من ضمن المضامين الكثيرة اللي روتها أمنا السيدة عائشة عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه المروية تعلمنا، هذه الرواية الشريفة، إنه من عظمت عليه نعم الله وجب عليه أنه يتلقى النعم العظيمة اللي ربنا ادهاله دي بعظيم الشكر، لا سيما طبعا أنبياء الله سبحانه وتعالى وصفوة اللي هم صفوة الخلق، وكذلك الأمثل فالأمثل وهكذا اللي ربنا سبحانه وتعالى ميزهم بعطاءات واختارهم لمهمات كبرى.
مهمات كبرى. والحقيقة إنه خشية العباد لله بتكون على قدر علمهم به جل جلاله. فمعنى قول النبي عليه الصلاة والسلام أفلا أكون عبدا شكورا، يعني إزاي أنا لا أشكر المولى سبحانه وتعالى وهو سبحانه وتعالى أنعم علي وخصني بخيري الدارين. يعني هذا الحديث في هذه المروية اللي روتها لنا أمنا السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها من فعل من رصدها لفعل سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، وتعليقها كمان تتكلم وتسأل النبي عليه الصلاة والسلام لتتعلم وتعلم، في هذا الحديث فيه الحس على مقابلة نعم الله عز وجل بمزيد من الاجتهاد في العبادة. كذلك لأمنا السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها لها مرويات تناولت أحاديث تتعلق بأبواب كثيرة، يعني بأبواب الإيمان، الوحي، العلم، التفسير، أدب قضاء الحاجة، مرويات كثيرة في الوضوء والغسل في يوم الجمعة وفي الجنابة. يعني مثلا في الجنابة عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه. شوف الستين عائشة هنا بتوصف السنة الفعلية، وده الغالب على مرويات أمنا السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها، فبتصف غسل الجنابة ليتعلم المسلمون ويهتدوا ويقتدوا بفعل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه، يغسل إيديه الأول، ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة. يبقى أول حاجة في غسل الجنابة كما كان يفعل صلى الله عليه وسلم غسل اليدين، ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة، وبعدين يدخل أصابعه في الماء، وبعدين يخلل بها أصول شعره، يعني يدعك بالمية فروة رأسه الشريف صلى الله عليه وسلم، ثم يصب على رأسه ثلاث غرف بيديه، ثلاث غرفات كده بالمية ثلاث مرات على رأسه، ثم يفيض الماء على جلده كله أو على جسمه كله. دي من ضمن مرويات أمنا السيدة عائشة في باب الجنابة وكيف تكون الطهارة. كذلك لأمنا السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها مرويات بمسائل في الحيض ومسائل في الاستحاضة، وكذلك تناولت المرويات اللي هي روتها أحاديث في التيمم، ده من ضمنهم حتى لو بتتعلق بسبب نزول آية التيمم، وهي ستين عائشة صاحبة القصة. فكما أخرج الإمام مسلم في صحيحه بسنده عن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها، هي هتحكي لنا القصة اللي حصلت ليهم ونزلت يعني حل لهذه المسألة اللي هي كانت بطلت هذه القصة بحكم التيمم. ستنا عائشة بتروي بتقول إنها يعني كانت استعارت من أسماء من أختها قلادة، عقدة كده، فهلكت ضاعت، فأرسل، وهم كانوا في الوقت ده مسافرين، هي كانت مع النبي ومجموعة كانوا مسافرين مع النبي في سفرة في إلى البيداء، وبعدين فأرسل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم معرف أن القلادة دي راحت، أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا من أصحابه في طلبها. يعني هم تأخروا عن التحرك بتاعه، ليه؟ بيدوروا على العقد بتاع ستنا عائشة اللي هي كانت خدته من ستنا أسماء. فهم بيدوروا على هذا تلك القلادة أدركتهم الصلاة، جه وقت الصلاة فصلوا بغير وضوء، فلما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم شكوا ذلك إليه، إحنا تأخرنا وإحنا ما معناش مية، فنزلت آية التيمم. وقال أسيد بن خضير بيقول لأمنا السيدة عائشة جزاك الله خيرا، فوالله ما نزل بك أمر قط إلا جعل الله لك منه مخرجا وجعل للمسلمين فيه بركة. شوف تقديرهم لأمهم السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها. الحقيقة أنه في هذا الحديث اللي بترويه أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها إنهم خرجوا مع النبي عليه الصلاة والسلام في بعض أسفاره، حتى إذا كانوا بالبيداء أو بذات الجيش، دول موضعين يعتبروا كده بعد ذي الحليفة بين مكة والمدينة،
وهم موجودين بالمكان ده انقطع عقد لأمنا عائشة، اللي رواية الإمام مسلم المسندة إلى أمنا السيدة عائشة قالت إنه القلادة دي كانت بتاعة ستنا أسماء فضاعت. فنزل سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام هناك وأقاموا في هذا المكان عشان يدوروا فين العقد ده، ووصف العقد ده إنه كان الخرز بتاعه من أنواع من الحاجات اللي بياخدوها من على شاطئ البحر، كان عقد يماني يعني يبدو أنه حاجة ثمينة قيمة. فبدأوا يدوروا على هذه القلادة، ونزل الناس معه، ولم يكن معهم في الوقت ده ماء، ولم يكونوا هم على وضوء، ولا يوجد حتى في المكان اللي هم فيه ده مية إن هم يجددوا الطهارة بتاعتهم أو الوضوء. فالناس بقى بدأوا ييجوا للنبي عليه الصلاة والسلام، وبدأوا ييجوا الأول لأبوها لسيدنا أبو بكر الصديق ويشتكوا له ما صنعت ابنته عائشة رضي الله عنها بهم، لأن هي كانت السبب في إقامتهم بذلك المكان على غير ماء. وفي رواية الصحيحين حتى بتقول فأدركتهم الصلاة وليس معهم ماء فصلوا، فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هم شايفين أن السبب في تعطيل أن هم يتحركوا بالقوافل بتاعتهم البحث عن قلادة عائشة المفقودة. فاللي راح اشتكى لرسول الله، واللي راح اشتكى لسيدنا أبو بكر الصديق، فسيدنا أبو بكر ضايق جدا، ودخل على سيدنا أبو بكر الصديق على ستنا عائشة ليعاتبها ويأنبها كمان، وقال لها حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس بتأخيرهم عن السفر. وجعل رضي الله تعالى عنها من كتر ما هو متضايق يطعن رضي الله عنه برؤوس أصابعه في خاصرتها، أنت السبب أخرتينا، القوم كلهم قاعدين منتظرين عشان يدوروا على القلادة بتاعتك. وهو بيتعامل كده كان بالراحة، لأنه دخل عليها وكان عندها سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني كان نايم شوية حتى لا يشعر بذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام، فيعني ينغزها كده في جنبها الخاصرة، هي وسط الإنسان مما يلي الظهر. فنزل الفرج، وأنزل الله تعالى بعد ذلك آية التيمم اللي هي في سورة المائدة، وهي قول الله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. وكان هذا الحكم تخفيف وتيسير على المسلمين، مش في حدود الواقعة دي بس، لا في كل ما تحصل لهم هذه أن يفقدوا الماء، أو ما يكون في تعثر في استعمال أو حرج في استعمال الماء. وأصبحت رخصة، هذه رخصة التيمم إذا فقدوا الماء، وبينت الآية الكريمة كيف التيمم أو كيف يكون التيمم، وطبقها النبي عليه الصلاة والسلام في سنته، وهي ضربة واحدة على الصعيد الطاهر، ضربة واحدة ثم يمسح به يمسح الوجه والكفين، ولا مانع من ضربتين، يعني هو النبي فعل ضربة ولكن ولا مانع من ضربتين لما ورد عن الإمام الطبراني والبيهقي والحاكم عن ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين. طيب الوقعة دي لما حصلت، واكب نزول الوقعة دي حكم المولى سبحانه وتعالى بنزول آية التيمم، كل ده المسلمين ألفوه وعملوا منه السنة؟ يعني الموقف ده اللي هي يعتبر كأنه أسباب، ده سبب للنزول، وأسباب النزول هي وقائع حصلت في حياة المسلمين، واكب معها نزول الآيات اللي هي الحلول، كأنه عشان توضح المعاني للمسلمين لهذا الرعيل الأول، وينتقل هذا العلم إلينا قد فهمته النفوس وفهمته العقول وعاشته النفوس وطبقته كذلك. كل الوقائع دي كانت من تأليف المسلمين، زي ما المستشرقين بيقولوا إن تم تأليفها من القرن الثاني والثالث الهجري، وبيردد مثل هذا الكلام الحمقى اللي هم لم يدرسوا شيئا ولم يعرفوا شيئا في أصول هذه العلوم والمعارف، وبعدين يتكلموا بهذه الخفة في عدم توثيق المعلومة وفهم هذه العلوم، ده شيء من التجني على
هذا العلم الشريف، هم عاشوا الواقعة دي، وأمنا السيدة عائشة بترويها وجت روايتها من بتوصيفات كثيرة. يعني مثلا هنا قال أسيد بن حضير رضي الله عنه، فبيقول بيعلق على الموقف اللي حصل، لأنه التأخير ده كله كان عشان يبان أنه ممكن الإنسان يتعرض أنه ما يعرفش، ما يجدش ماء، ما يكونش على طهارة، ما يكونش خد معاه مية، ما يجدش ماء في المكان اللي فيه. كل الصور دي وارد في حياة الناس أنها ممكن تحصل، فحصل الموقف ده عشان يبلور الاحتياج البشري اللي ممكن يتعرض له الإنسان وهو عايز يتطهر لإتمام العبادة، فيأتي الله باليسر. فلما يأتي الله باليسر وهو مواكب لحادثة وموقف حصل، بيكون أعمق وأثبت في النفوس. هكذا يعلم الله سبحانه وتعالى المؤمنين والمؤمنات. شوف الصحابي أسد بن حضير بيقول رضي الله عنه: ما هي بأول بركاتكم يا آل أبي بكر، فإن بركاتكم كثيرة وهذه إحداها. يعني مش ده بركاتكم كتيرة، يعني بركة إن يضيع عقد وقلادة عائشة عشان تدور عليها فينتظر النبي ويبحث عنها ويبعث في البحث عنها فيتأخروا ويأتي عليهم وقت الصلاة وما يعرفوش يصلوا إلا وما بيقوش عارفين يعملوا إيه، فأغلبهم صلى بغير وضوء، ويأتي الفرج الإلهي بنزول هذه الرخصة عند انعدام الماء أو عند صعوبة استعماله أو عند فقد الماء، وتبقى هذه الرخصة الطيبة رعاية إلهية لهذا الكائن الإنساني، لأنه بيتعرض ابن الأغيار ده بيتعرض لأشياء كثيرة في الحياة. الله سبحانه وتعالى ييسر له من الأحكام ما يستطيع بها إنه يقدر يمارس العبادة في كل وقت وحين. المهم إن يبقى فيه فهم ويبقى فيه استجابة للأمر الرباني. وبعدين بعد ما حصل الموقف ده، أخبرت أمنا السيدة عائشة رضي الله عنها، ما هي بتحكي لنا اللي حصل، بتروي القصة، إنهم بعد كده بعد ما هم أقاموا جمل السيدة عائشة، خلوا الجمل يقف، وجدوا العقد الضائع تحته، وكأن الله سبحانه وتعالى أخرهم في هذا المكان وأقامهم في هذا الموضع لينزل عليهم هذا الحكم بالتخفيف والتيسير، فتنزل آية التيمم. الحقيقة أنه في هذا الحديث الشريف اللي روته أم المؤمنين محدثة بيت النبوة ستنا عائشة رضي الله تعالى عنها، بل لنا في هذا الحديث مشروعية التيمم وسبب مشروعية التيمم. يبقى جاء تفصيل حتى مع نزول الآية، فكل ده يساعد على فهم الحكم الشرعي. وكذا بيظهر من الحديث الشريف فضيلة أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها، وتكرر البركة منها ومقامها العظيم فيما جمعته وحفظته من علم وميراث النبوة. لكن هذا للأسف هذا الحق الواضح ينكره ويكذبه أدعياء العلم. وصدق الله تعالى العظيم القائل: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. صدق الله العظيم.